لانه ما شتي المس، لانه صراحه المقرر هذا كان على قدر ما هو حلو، على قدر ما اني بذلت فيه صراحه جهد. كنت اشتيكم تطلعوا بحاجه، لانه شفنا انه المقرر هذا اخذ حقه، يعني بالهداوه درسنا بالهداوه، ما احناش مستعجلين، درسناه نظري عملي. لانه لو تركزني درستكم الان نظري عملي، جبت لكم الباك جراوند النظري، وبعدين جبنا على الباك جراوند العملي. طبعا من الباك جراوند النظري انا اجيب لكم بغض النظر عنه ماتلاب، عنه سي شارب، عنه جافا، اهم شيء انت عرفت النظري، هذا ايش يتكلم وهذا ايش يتكلم وهذا ايش يتكلم. بس انا اخترت لكم تطبيق الماتلاب على اساس نطبق كمثال بالماتلاب، ولا انت تقدر تعمله زي ما قلنا كمثال، تقدر تعمله بالسي شارب، تقدر تعمله بالجافا، تقدر تعمله باي طريقه اخرى انت اللي تحبها. لكنني حبيت نبدا لكم بالماتلاب، وقد اشرت لهذه المحاضره السابقه ايش كان السبب. ما هو اهم حاجه، يعني لما شرحت لك المقرر ما تقولش الا بس المقرر له علاقه بالماتلاب، لا كمان انتبه، المقرر إن اخذ بغض النظر عن اي لغه، المفاهيم اللي انا اعطيتك هي والمفاهيم اللي شرحتها كاملة أنا شرحت لك بشكل عام، وبعدين جبت لك مثال له علاقة بالماتلاب على أساس كنت أشتيك تطبق ليه بشكل عام لتشوف التولز إيش تنعمل بالضبط. لكن زي ما أشرت لك من قبل، إنك تقدر تعملها بأي لغة برمجة أخرى، ولكنني ربطت بالماتلاب حتى تكون أكثر فهما، بالذات أنت كمبيوتر ساينس. لو كان يمكن واحد ثاني غير كمبيوتر ساينس يمكن كنت تجيب له مثلا من البايثون، ما فيش مشكلة، بس أنا قد بينت لك إيش السبب من هذا. طب تعالوا على البريود. تقريبا أنا ليش سألتك على أساس كنت أشتي أشوف هل أنتم طبقتم السبريبل فلتر ولا لا، شفتم النتائج كيف طلعت؟ طيب انا مش كنت اقول لك مثلا احيانا بالكود هذا عدل لي، اعمل لي بدل السبري بل اعمل لي فلتر ثاني وشوف ايش اللي بيطلع معك. ما هو كمان كل الكلام اللي كنت اقول لك تعمله بالماتلاب تقدر تعمله بالبايثون، بس مش عارف هل دخلتم على الفلتر، يعني مش عارف شابتر 2 ايش اخذتم منه اصلا عملي، ما عادش داري ايش اللي اخذتم عملي وايش اللي ما اخذتوش. ولا شابتر 2 انتم في معكم انواع الفلاتر من بينها السبري بالفلتر، فانا كيف اشرح لك الان؟ ها هل الفلتر تقريبا بالشابتر 3. ايه، بس لكل فلتر في معه اكثر من فلتر، في معك البروسيسنج، وفي معك السبريبال، وفي معك الميديان والافريج، يعني في معك اكثر من فلتر، كل تبع كل واحد في معك اكثر من فلتر، صح ولا لا؟ وفي معك الهاي اللو بيس فريكوينسي والهاي ايوه بيس ايوه فريكوينسي، يعني هذا هم كله بشابتر 3 يا دكتورة. شابتر 3 ولا 2 احنا اخذناه، لا، ثلاثة اللي ثلاثة هي النيبر هود بروسيسنج 1 كان 2 ولا 3؟ ثلاثة ها اذا شابتر 3 اللي بالنايبر هود بروسيسنج، فكان قصدي بالشابتر الرقم اللي فيها النايبر هود بروسيسنج. طيب هذول كله كنت اشتيكم على اساس لما نيجي اليوم نتكلم على البريوت انت من نفسك تقدر تفرق. المفروض اليوم اني ما عاد اشرحوش هذا البريوت، لانك انت بما انك استخدمت السبريبل لحالها واستخدمت الغير السبريبل اللي سبيشال فلتر، تقدر تميز من احسن من احد. نحن لما عملنا مقارنة لما اخذنا الشابتر هذاك كنا نقول على اساس من احلى من واحد حسب عدد العمليات الحسابية، ولكن اللي كنت اشتيكم تشوفوا وقت التنفيذ من احسن. كما احيانا انتبه قد تكون صح انه عمليات حسابية كثيرة ولكن تكون اكثر تضبيطا من عمليات حسابية قليلة، وقد يكون العكس، عدد عمليات حسابية قليلة ومضبط اكثر من لما كانت عدد عمليات حسابية كثيرة. واحيانا نفس الخبر نفس الناتج، سواء عملت سبريبل سواء عملت مش سبريبل. فكنت اشتناقشكم اذا انتم كنتم اشتغلتوه بالعملي، كنت اشتناقشكم اليوم على هذا، من اللي ينفع، هل نعمل السبريبل ولا نعمل عادي، ومن الاحسن، العمليات الحسابية الاكثر ولا لما كانت العمليات الحسابية الاقل، ولا الاثنين يجيب لك نفس الناتج ولكن نحن نشتري بعمليات اقل. كنت اناقشكم اليوم على الحاجات هذه كلها، لذلك الكلام اللي انا قلته الان كامل، لانه الان ما اقدرش اناقشك وانت عادك ما درستش بالعملي. لذلك الكلام هذا كله تحطه ببالك اثناء ما تشتغلوا مع العملي، وقاعد عامل لك امثله على السبريبل ولا الامثله على الثاني، هذا اذا هو عاد وما لحقناش كنا نقوم بالمحاضرة السادسة، مع انه المفروض قد يكون المحاضرة السادسة قد دخلته. فعموما ما علينا، اول ما ياخذ لكم هذه الاسئلة انتم بتجاوبوا عليها مع الاستاذ العملي. يعني تقولوا له الان احنا استخدمنا السبريبل وكان عدد حق العمليات قليلة، واخذنا الثاني وكان حق العمليات كبيرة، فمن الناتج الاحسن، هذاك ولا هذاك؟ ولا الاثنين نفس بعض الناتج ولكن نستخدم الاقل؟ فاعملوا لي مقارنة انتم وياته، تمام؟ واضح يا سنة ثالث؟ واضح طيب، كلامي؟ طيب صوتي واضح بالنسبة ايوه لكم ولا لا؟ أول شيء نعتذر لأنني شوية مزكمة فمش عارف الصوت إنه واضح ولا لا.
طيب نقالة. ايوه واضح، لحظتك ايش فيك؟ الجميع يا رب. الجميع يا رب. طيب تعالوا شوفوا على هذا، هو الكود البرمجي اللي بيعمل لك بهذا زي ما تكلمنا بالبريود فلتر. طيب هنا الكود البرمجي بنركز على واحدة واحدة. اي سي هي عبارة عن متغير، المتغير هذا قرئناه للصورة والصورة تسمى الاي سي دي تف، تمام. طيب الاي سي تخزنت فيه الصورة، نيجي نقول البي اكس استخدم ايش؟ سالب واحد صفر واحد، سالب واحد صفر واحد، وسالب واحد وصفر واحد، يعني استخدم من استخدم من هذا سالب واحد وصفر واحد، سالب واحد صفر واحد، وسالب واحد صفر واحد، على انه بي اكس. فلذلك عامل لك البي اكس، ما قال لكش البي واي، دخلنا هذه البي اكس، فبالتالي ما استخدمناش ابو الواحد، لا احنا استخدمنا ابو الثلاثة. طبعا انت لما تيجي تنفذ بعدين الكود تجرب اكثر من واحدة، لان احنا استخدمنا هذه وهذه على اساس نقد الجريدينت. فشوفوا كيف بتنعمل البريوت فلتر، فاستخدمنا السالب واحد والصفر والواحد وبنفس الخبر لهم كاملة، سالب واحد صفر واحد 3 مرات ثلاثة صفوف. على فكرة ممكنش إلا بس تعملها 3 في 3، تقدر تعملها مثلا رقم أكبر 7 في 7 مثلا، أو 3 في 5، بس قلنا يفضل لو يكون عدد الصفوف وعدد الأعمدة، لو يفضل إنها تكون إيش مش قلنا فردية، ما ينفعش إنها تكون واحد زوجية، هو ينفع ولكن يفضل لو تكون فردية. طيب تعال شوفوا لي هنا، عامل لك الاي سي اكس عباره، انا عملت الان الفلتر الاول، فلتر 2 للبي اكس والاي سي، على اساس عكست هذا الفلتر على حق الصوره، تمام. ورحت عرضتها الصوره حقي بعد التعديل، ولكن قسمتها على 255، وانا اشرت لك بالمره الاولى ليش قسمنا هذه على 255. احنا قلنا ليش نقسم، لكي تكون ما بين الصفر والواحد. ممتاز، وحتى تكون ايش مضبطه تبع الرينج اللي احنا نشتهيها، ممتاز. لان احنا في قلنا في معنى الكليب ارت، وفي معنى اللي تعمل التقسيم صح ولا لا، فهذا على اساس تعمل عمليه ايش نقدر نقول انها كليبينج فقط ليس الا، فبالتالي تعمل لنا النورماليزيشن، اقدر اقول نورماليزيشن مختصر اعم نورماليزيشن. هذا كملنا الان. طيب شوفوا للناتج ايش بيكون، هذه لو هذه تنعرض للصوره الاولى بعد طبقنا الصوره هذه، فشوفوا هذه الأولى، هذه الصورة الأوريجينال إيميج، بعدين رحنا عملنا الآي سي إكس مع الفيجر اللي إحنا تكلمنا عنه. طيب تعالوا شوفوا لي الآن البي واي، البي واي عبارة الآن إحنا عالجنا بس هذه البي إكس، فوجدنا البي إكس وحزنا له قيمة، وجبنا المتغير الآي سي للإيميج، وعكسنا الفلتر هذا على الإيميج واشتغلناه. الآن نيجي على البي واي، مش البي واي عبارة عن الترانسبورت بحيث أن الصفوف تلقى أعمدة، وأني وريتك بمحاضرة تقريبا بالشابتر رقم واحد آخر الشابتر وريتك كيف تجيب الترانسبورت، صح؟ إنك تقول بي واي عبارة عن بي إكس بس إيش بار، على أساس الصفوف تلقى أعمدة والأعمدة ترجع صفر، اللي بيكون سالب واحد سالب واحد سالب واحد كصفر يرجع أعمدة سالب واحد، وهكذا. هذا اللي علمتك إياه تتذكره بالمحاضرة الأولى نهايتها لما جبنا أوامر علامات، لا بعد تذكر ولا لا؟ أيوة أيوه تعلمت ماذا المصفوفة 90 درجة. بالضبط. بس هذا إيش معناته؟ إنه تقلب الصفوف أعمدة والأعمدة صفوف، وأنتم أخذين الجبر الخطي صح؟ من انتم يا علم حاسب بالمخطط حقكم معكم جبر خطي ولا لا؟ علم حاسوب. أيوة طيب اخذين الطرق انه عمليه كيف تعمل عمليه ترانسبورت، طبعا الترانسبورت هي معادله رياضيه، يعني تشتغلها اشتغل لها اي مطلعيه. شوف بالمات لما انا ما بشتغلش هذا الجزء الرياضي كامل، بروح اعمل بي اكس بار، فبالتالي البي واي هذه، البي واي هذه عبارة عن بي اكس بار، فبتقلب الصفوف أعمدة والأعمدة صفوف، خلاص كوننا هذه البي اي. الآن أرجع أقول له اي سي واي، بجهز الآن الفلتر، بس بدل ما كان الأول الفلتر اللي طبقناها على البي اكس، الآن بطبق الفلتر على البي واي وبعملها على 255. طيب بعدها نشتي نعمل نحن هذه العملية الحسابية، عفوا هذه العملية اللي أنت تشتي الجذر التربيعي، هذه الجريدينت طبعا equation اللي عبارة عن الجذر التربيعي بي تربيع اكس، هذه بي تربيع اكس زائدا بي تربيع واي. فايش بعملها؟ بقول له اتش اي على اساس اي يعني الاتش هنا اي متغير ايش يساوي؟ الجذر التربيعي عبارة عن سكيرت، وهذه كمان اللي تقريبا اشرت لها بالمحاضرات السابقة. فالسكيرت ايش عبارة؟ عن السي اي اس الاي سي اكس اللي انت اصلا قد عملتها فلترا ابو البي اكس،
تمام؟ هنا اعمل دوت اوس اثنين، او تعمل هذه باور، باور هذا واثنين، بس انت بدل ما تعمل باور قد بشكل بسيط تقدر تعمل اوس اثنين زائدا اي سي واي اوس اثنين، وبعدين تروح اعمل اعرض لي الادج اللي معك قسمة 255، عرفنا ايش قيمة 255، فالان شوفوا هذه المخرجات وانت علق لي. ها هذه الاوريجينال ايميج، وهذه الاولى. أيوة، هذه حق البي اكس، وها الوسط بحق الواي، اها والأخيرة الاثنتين مع بعض، صح؟ ممتاز، اللي هي الجريدينت، حد يعلق لي. عندنا الأخيرة كانت من حيث الحواف واضحة، برافو حق عليك، الجريدينت. أما ممتاز. البي واي كانت ضعيفة مرة، بالنسبة للإكس هو بي الإكس عادي، يعني شكلت شوية. ممتاز جدا، أما البي واي ما تبانش مرة يعني، ممتاز. ولا وكمان في كمان يا صورة. دورا، ها كمان حتى إنه الثالثة اللي هي التنتين مع بعض، كأنه إيش يعني، بعد اللون فقط وخلى الحواف بارزة، يعني ما تغيرش حاجة عكس ممتاز، الباقية. تمام، الحواف برافو الحواف عليكم. ها وكمان الحواف يبرزن شوية كل صورة. تمام، وكمان البي اكس كانت الحواف، اظهار الحواف بالطول. البي واي كانت اظهار الحواف بالعرض. ممتاز. خلينا بس نوقف تكة، ليش هذاك بالطول وليش هذاك بالعرض؟ خلينا نرجع بس، خليني بس، ها لان عملنا عليه ما اسمه البي داش، ايوه عملنا ب 93 درجة. ممتاز، ونحن معنا كمان اطفال بالضبط، لان احنا عملنا بيدش المقلوب اي حق. ممتاز، برافو عليكم، هذا اللي كنت اش اسمعه. كمان كمان اتمنى يا دكتورة، شوفي لما عملنا على الطول والعرض، كأننا شفتي لما نعمل الرسوم، لما نقول واي بصفر والاكس بصفر كده. ممتاز، برافو عليك يا منار. وها عاد في اي تعليق؟ عاد في اي تعليق؟ طيب ممتاز، انه هذه الصورة الاصلية. طبعا لما احنا عملنا البي اكس، لو تركز قيمة المصفوفة، ارجع بس خطوة للوراء، لو تركز قيمة المصفوفة الاولى كانت سالب واحد صفر واحد، سالب واحد صفر واحد، سالب واحد صفر واحد، فكان كنتم تحصلوا بشكل ايش؟ طولي. لكن هذا ايش كانت؟ الواحدات كانت بشكل عرضي مش بشكل طولي، لذلك هذا قالت لك بشكل طولي وهذا بشكل عرضي، لانه الاصفار كانت بالنص. طيب هذا كمان الاصفار كانت بالنص، وهنا كانت الاصفار من فوق، فلما قرينا العمليه الحسابيه مع بعضها فشوفوا ايش اللي كانت بالضبط. هنا جابت لي فقط المعلومات الطوليه، وحذفت لي كل المعلومات اللي لها علاقه بالعرض، حذفته وكأنه بيانات مش مهمة. هذه كانت بالنسبة للبي اكس. البي واي عملت العكس، لأنه عبارة عن ترانسبورت، وزي ما قالت منال أصفار، وزي ما قال زميلكم، إن لأن هناك ترانسبورت، كلامكم صحيح. طيب أنا اشتي الآن اشتي الطول واشتي العرض مع بعض، لأن الحواف عبارة عن طول مع عرض، والحاجة الثانية ما نشتهيش. فإيش اللي راح أعمل لي؟ راح جمع لي الطول مع العرض، ولكن بطريقة الجذر التربيعي. حتى ليش عملت الجذر التربيعي؟ البيانات اللي تكون ما لهاش علاقة، يعني اللي عبارة عن نويز يحذفها. طيب فبالتالي أنا لما أعمل لذلك، أنا كنت يا حبذا لو كنتم شغلتم البرنامج هذا بالماتلاب ودخلتم على الام فايل وحاولتم تعدلوا عليه، يعني ما تعدلوش على الام فايل الأصلي، يعني كان قصدي انسخوا الملف لمكان تاني وسموه باسم تاني وروحوا عدلوا عليه، روحوا ما تعملوش، اعملوا جمع بس بدون السكيرت، شوفوا ايش اللي بيطلع لك، يطلع لك في نويز، ما يطلع لكش بس اللي نحن نحتاجه.